ركزوا معايا في الحته دي الله يكرمكم عشان مهمه جدا. ماشي، هاجي هنا تحت اقول له ايه بقى فولدر ليست، فهلاقي بابليك فولدرز، جوه البابليك فولدرز اول بابليك فولدرز، جوه الاول بابليك فولدرز هلاقي كل البابليك فولدرز المكريته عندي. معايا؟ حلو. هي البابليك فولدرز موجوده على السيرفر الثاني، مش بتاع عز، على السيرفر الثاني اللي الميل بوكس بتاع عز مش عليه، انما حصل ريبليكيشن. ريبليكيشن لايه؟ للهيراركي، صح؟ يعني اي يوزر في الاورجنايزيشن، رحمكم الله، اي يوزر في الاورجنايزيشن هيفتح الميل بوكس بتاعه من على اي سيرفر هيشوف الهيراركي بتاع البابليك فولدرز، حتى لو السيرفر ده هو ما كانش هو السيرفر اللي انا مكريت من عليه البابليك فولدرز. هيراركي بيحصل له ريبليكيشن اوتوماتيكالي. مفهوم كده؟ المشكله بقى عندي في الكونتينز. يعني ايه في الكونتينز؟ يعني الراجل اللي اسمه عز ده لما يحاول يفتح الفولدر اللي اسمه اي تي مثلا، لو هو واخد بيرميشن عليه علشان يشوف محتواه، الكونتينتس دي بقى بيجيبها منين؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ الديفولت بتاع اليوزر او الديفولت بتاع الاوتلوك نفسه بتاع اليوزر، ماشي، بيبدا يعمل ايه؟ يجي على الستور اللي اليوزر ده فيها، هي دي صح، ويجيب البروبرتس ويبص على تاب اسمه كلاينت سيتنجز، ويبص على تاب اسمه كلاينت سيتنجز. جوه الكلاينت سيتنجز في حاجه اسمها الديفولت بابليك فولدر داتابيز. معايا؟ يعني ادور على الكونتينتس بتاعه البابليك فولدرز اللي انا شايفها، معايا كده، في اي داتابيز. الديفولت بتاعه ان هو بيبص على الداتابيز بتاعت البابليك فولدر المكريته على اول سيرفر. يبقى الاوت لوك بتاع اليوزر لما اليوزر يبدا يقول له فولدر ليست ويشوف الهيراركي بتاع البابليك فولدرز، لما يجي اكسس بابليك فولدر كونتينت معين يبدا الاوت لوك يبص على الحته دي، يروح يشوف في الستور اللي انا قاعد فيها الديفولت بابليك فولدر داتابيز مين؟ مع عبد الله. فهبص تلاقي ان هو بيقول لك ايه؟ الديفولت بابليك فولدر داتابيز، معايا كده؟ موجوده في ستورج اسمها السكند ستورج جروب، موجود على ميل 1. فيبدا ياكسسها منين؟ ها؟ يبدا ياكسسها منين؟ من ميل 1. فكده عمل لي ايه؟ ها؟ كده عمل لي ترافيك عالي هنا على ليه؟ على الولينج. ماشي، كلام جميل. علشان انا امنع بقى عمليه الترافيك دي انها ايه تتم، هعمل ايه؟ هعمل خطوتين. الخطوه الاولى ان انا اجي لليوزر وبراوز كده اقول له ايه؟ لا، انت بالنسبه لك انت الديفولت بابليك فولدر داتابيز اللي موجود على ميل 2، اللي موجوده فين؟ على ميل 2. فكده عز اول حاجه هيبص عليها البابليك فولدر داتابيز اللي موجود على السيرفر بتاعه. بقى خطوه ثانيه ان محتويات بقى البابليك فولدرز دي انقلها له فعلا هنا. ايه؟ ما هي دي القصه، ما هي دي قصه الريبليكيشن بقى. يعني ان انا بقى اروح جاي على ميل سيرفر 1 معايا؟ واروح جاي هنا في التول بوكس بابليك فولدر مانجمنت كونسول. فلو جيت وقفت هنا على الديفولت بابليك فولدرز اي تي وجبت البروبرتيز بتاعته، هتلاقي في حاجه اسمها ريبليكيشن. لو دخلنا جوه ريبليكيشن هتلاقي في حاجه اسمها ريبليكيت كونتينت. خلي بالك كونتينت وليس تري، وقلنا الهيراركي هو التري، اوتوماتيكالي بيحصل له ريبليكيشن. معايا كده؟ عشان كده عايز شافه، انما لما يجي اكسس الكونتينت بتاعته الديفولت هيأكسسها منين؟ من على السيرفر اللي هناك. هيبص على الستور اللي هو ممبر فيها، هيلاقي ان في الكلاينت اكسس ستيت
هيلاقي ان الديفولت بابليك فولدر داتابيز اللي موجوده هناك على السيرفر الاولاني، فاهم؟ فانا هعمل ايه بقى؟ هروح جاي اقول له ايه؟ هروح جاي اقول له ايه؟ ها انا عايزك تريبليكيت الكونتينت ات، واختار مين؟ الداتابيز اللي موجوده على السيرفر الثاني معايا، وراح قايل له اوكي ماشي، وحدد له سكادول معين، وحدد له سكادول معين. لو انا ما حددتلوش سكادول معين، الديفولت ان هو بيريبليكيت كل قد ايه؟ كل 15 دقيقه. لو انا ما حددتش سكادول معين، هوريك ازاي نعملها، الديفولت ان هو بيريبليكيت كل 15 دقيقه ماشي، وراح قايل له ايه؟ ابلاي، وراح قايل له اوكي. يعني كده معناها ان الاثنين دول يعملوا ريبليكيت مع بعض. كده معناه ايه بقى؟ كده معناه ان المحتوى نفسه بتاع البابليك فولدرز الكونتينتس هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريبليكيشن، هيبقى موجود على ميل 1 وموجود على ميل 2. فكده انا ممكن اجي بقى في الايه؟ في البروبرتيز بتاعت الستور اللي فيها عز، واقول له ايه؟ واقول له يا عز لما تيجي تاكسس الكونتينتس بتاعت البابليك فولدر جيبها من على الداتا بيز اللي موجود على ميل 2 علشان ما اعملش ترافيك عالي. فهمت ولا متفهمتش؟ مفهومه كده ولا؟ شايف؟ اوكي هنظبط لسه بقى عند عز. لازم بقى نظبط عند عز ازاي؟ نروح جايين هنا على الستور دي، لاين سيتنجز، واقول له ايه بقى؟ اقول له الديفولت بابليك فولدر داتابيز اللي موجوده فين؟ اللي موجوده على ميل 2. مفهوم كده؟ فكده عز بقى لما يجي يخش بالاوتلوك بتاعه هو كده او كده شايف التري، شايف الهيراركي، لان الهيراركي باي ديفولت بيحصل له ريبليكيشن. لما يجي اكسس الكونتينت الاوتلوك يعمل ايه؟ يبص على الحته دي، هيلاقي ان الكونتينت موجوده فين؟ هنا. فيجيبها منين؟ من السيرفر اللي هو موجود معاه في اللوكال سايت، ما يروحش يجيبها من هناك. لو فرضنا ان انا كنت سايبها بالديفولت ايه اللي هيحصل؟ ها ايه اللي هيحصل؟ اسال معانا نفس السايت الاول اللي معاه في نفس لا، يعني حط نفسك مكان الكلاينت، الديفولت بابليك فولدر داتابيز على ميل 1، المفترض الكلاينت يعرف سكه الميل 1، يكون عارف سكه الميل 1، هيعمل ايه؟ في 2003 كان بيبدا يشوف الميل سيرفر اللي اسمه ايه؟ ميل 1 ده موجود في انهي راوتنج جروب. دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها راوتنج جروبس اصلا، فبيبدا يعتمد على الاكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز. لو انا جيت وقفت هنا على البابليك فولدر داتابيز وجبت البروبرتس اسمها بابليك فولدر ريفرال ماشي؟ لو دخلت جواها اهو، بص يوز اكتف دايركتوري سايت كوستس ماشي؟ بابليك فولدر ريفرال، دي معناها ايه؟ يوز اكتف دايركتوري